ازاي تلعب تمرين الستريت بار كيبل كيرل تشغل معاك عضله البايسبس. داين هتجيب المسطره دي بعد كده تركبها على الكيبل وتظبط وزنك، تبتدي تسحب الوزن. ما تسحبش الوزن وانت مقوص ظهرك كده، افرد ظهرك تبتدي تسحب الوزن. كوعك بدل ما تخليه لورا خليه لقدام جوه جسمك وتثبت كوعك. هتفرد زي ما بدأت، انت بادئ كده هتطلع لحد الاخر وتنزل لحد النقطة اللي انت بدأت منها اللي هي دي. مهم اوي تفرد لحد تحت عشان تاخد المدى الحركي الكامل بتاع العضلة. طلع نفسك وانت بتطلع بالوزن وخده وانت بتنزل. شد عضلات بطنك في التمرين عشان تدي لك شوية ثبات. كوعك خلي ركبتك خليها متنية شوية صغيرين، ما تبقاش مفروضة للآخر، وما تبعدش قوي عن الجهاز وما تلفش ظهرك لورا والحاجات الشربازات اللي الناس بتعملها دي. ده الأداء بتاع الستريت بار كيبل كير. يبقى انت كده عرفت التمرين بتلعب ازاي والتكنيك بتاعه. متنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب للفيديو علشان غيرك يستفيد، واشوفك الفيديو الجاي.